أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. في مطلع كل أسبوع نتساءل، متى سنفعل خلال هذا الأسبوع؟ والآن سنتعرف إلى الإجابة. سنبدأ معاً عاماً دراسياً جديداً جميلاً مثمراً. لذا أحبتي، لا بد لنا من التعارف والتعاون والتشارك معاً. في هذه الحصة سوف نقوم بالتعرف إلى بعضنا البعض والتعرف إلى ما فعلناه خلال الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى القيام بالعديد من الأنشطة التفاعلية في الغرفة الصفية. هذا بالإضافة أحبتي إلى توزيع كتب الخاصة بكم. كذلك سوف نقوم بالحديث عن بعض الأمور الخاصة بكم المتعلقة بشخصية كل طالب. سوف نبدأ أحبتي بالدرس الأول بسورة الزلزلة، وهي التي تعرض سورة الزلزلة أحداثاً من يوم القيامة، وتؤكد أن الإنسان سيحاسب على أعماله جميعها، صغيرها وكبيرها وخيرها وشرها. سوف تقرأ السورة على مسمع الطلاب، ثم سوف نتعرف إلى المفردات والتراكيب. بعد ذلك سوف نتعرف إلى سورة الزلزلة والموضوعات الرئيسة العامة الواردة فيها، والتي تتمحور حول أحداث يوم القيامة وحساب الناس على أعمالهم. فتبين الآيات الكريمة بعض أحداث يوم القيامة، حيث تهتز الأرض وتتحرك حركة شديدة، ثم تخرج كل ما في داخلها من معادن وصخور وغيرها، ثم يبعث الله تعالى الناس في قبورهم للحساب، ويتساءل الإنسان يوم القيامة في دهشة وخوف، ماذا حدث من حولي وما الذي جرى حتى تضطرب الأرض وتهتز؟ ثم ننتقل إلى موضوع حساب الناس على أعمالهم، إذ إن الآيات الكريمة تبين حساب الناس يوم القيامة على أعمالهم، حين يخرجون من قبورهم للعرض والحساب، ويخرجون جماعات متفرقة ليريهم الله تعالى نتيجة أعمالهم. فمن يعمل الأعمال الصالحة سيجزى بها وإن كانت صغيرة بمقدار ذرة لا ترى بالعين المجردة، وسيجدها مكتوبة في صحيفة أعماله. وكذلك من يعمل الأعمال السيئة سيعاقب عليها وإن كانت صغيرة، وسيجدها مكتوبة في صحيفة أعماله. سوف نقوم خلال الحصة بحل الأنشطة التفاعلية الواردة في الكتاب. بعد ذلك سوف ننتقل للربط مع المواد الأخرى والتي منها العلوم، ثم ينتقل الطالب إلى حل أسئلة الدرس. وهكذا أحبتي نكون قد أنهينا أسبوعاً سعيداً معاً. في نهاية الأمر أتمنى لكم أسبوعاً سعيداً وعطلة ممتعة. إلى اللقاء.